يدير رشيد مدرسة احترافية بمعايير وباعتراف دولي في الرياضات البحرية وخاصة ركوب الأمواج. في هذه المدرسة يشتغل 17 مدرباً وهم حاصلون على اعتراف من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية. الناس كيجيو من جميع أنحاء العالم تيجيو هنا تيمارسوا هذه الرياضة هذه حيت عندنا واحد الموقع اللي هو مزيان جدا وعندنا الريح على طول السنة. كاينين الناس دابا اللي كيجيو بحال دابا كيجيو هذا العام هذا وكيجلسوا عاوتاني في لا سيزون في العام الجاي عاوتاني تيجيو في نفس الوقيته عاوتاني حيت يولفوا الموضع. في مدينة الداخل البحرية 7 مدارس تخصصت في الرياضات البحرية، ويأتي إلى هذه المدينة آلاف من السياح من أنحاء العالم بحثاً عن متعة ركوب الأمواج. أتيت أول مرة منذ 9 سنوات وأعود مرة واحدة على الأقل في السنة لأنه مكان تتوفر فيه الرياح ومستويات نشاط الرياح جيدة جدا، ونتأكد بأن لدينا جو جميل وشمس ورياح كل يوم. مدينة الداخلة الأطلسية والصغيرة تنظم سنوياً بطولة دولية في ركوب الأمواج يشارك فيها أبطال عالميون. نجحت مدينة الداخلة في أخذ مكانتها بين المدن العالمية باستقطاب عشاق وهواة رياضة ركوب الأمواج في البحر. مدينة الداخلة توفر شمسا ساطعة طيلة العام، وتوفر كذلك رياحا قوية، وتوفر رمالا ذهبية. عادل الزبيري، العربية، مدينة الداخلة.